السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ السنة الثانية بكالوريا علوم اقتصادية. اليوم إن شاء الله غنشوفوا لا دوزيام بوليتيك دي بوليتيك ايكونوميك. عندنا السياسات الاقتصادية، فيها جوج سياسات، فيها السياسة النقدية اللي هي لا بوليتيك مونيتير، وعندنا السياسة المالية اللي هي لا بوليتيك بيدجيتير. شفنا في الحلقة السابقة لا بوليتيك مونيتير، اليوم غنشوفوا لا بوليتيك بيدجيتير. الوغ لا بوليتيك بيدجيتير، الدولة هنا كتحاول تستخدم لو بيدجي ديالها او الميزانية ديالها، وهذه الميزانية كما كنعرفوا انها كتكون من لي ديبونس او لي روسيت. لي ديبونس هما النفقات، يعني كل ما تنفقه الدولة، يعني مثلا كتبني مثلا المدارس، سبيطارات، كتشي الطرق مثلا. اذا كل ما يهم النفقات ديال الدولة كيسموا لي ديبونس. اما لي روسيت هي مجموع الضرائب اللي كتستخلصها الدوله على الشركات وعلى لي ميناج. الوغ هنا باش تحقق واحد، يعني واحد هدف اقتصادي، الدوله كتستخدم لو بيدجي ديالها. الوغ شنو هي لا بوليتيك بيدجيتير؟ هي واحد المجموعه ديال لي ميزور بريز بار ليتا افان دو ريكيليبري اون ايكونومي. يعني ملي يكون عندي واحد ديزيكيليبر او نيفو دو ليكونومي، الدوله هنا كتستخدم لو بيدجي ديالها، يعني من خلال لي ديبونس او لي روسيت، باش تحاول تكوريجي هذاك الديزيكيليبر اللي عندها. هذا الديزيكيليبر اللي كما كنعرفوا كاين الشوماج، كاين الانفلاسيون. الوغ كتستخدم هاد في هاد البوليتيك هادي بيدجيتير، عندها جوج لي بوليتيك. اون بوليتيك اكسبانسيف، يعني ملي كيكون عندي المشكل ديال الركود الاقتصادي كتستخدم الدوله اون بوليتيك اكسبانسيف. سيت بوليتيك ايت يوتيليزي بور سيمولي لا كرواسونس ايكونوميك. ملي كتكون عندي واحد لا كرواسونس ايكونوميك ميته، يعني الدوله كتحاول ترفع من لا كرواسونس ايكونوميك، كتستخدم اون بوليتيك اكسبانسيف. كيفاش كدير باش كدير هاد البوليتيك اكسبانسيف او نيفو دو لا بوليتيك بيدجيتير؟ يعني كتحاول تلعب على لو بيدجي ديالها، يعني غتحاول الدوله ترفع من لي ديبونس بوبليك، يعني ترفع من النفقات ديالها. دونك ملي كتكون عندي واحد الريسيسيون ايكونوميك او واحد الركود اقتصادي، الدوله كدير بوليتيك اكسبانسيف، يعني كترفع من لي ديبونس وكتنقص من لي روسيت. علاش غترفع من لي ديبونس بوبليك؟ كترفع من لي ديبونس بوبليك باش تبني مثلا السبيطارات، تبني المدارس، يعني تشي الطرقات. يعني الدوله كتحاول تنفق ما امكن. علاش؟ باش تخلق فرص للشغل. ملي كتخلق الدوله واحد الفرص للشغل، الناس كتولي كتاوغمونتي لا برودكسيون، الناس يعني الاي بي بي كيتاوغمونطا، الناس كيولي عندهم لي ريفوني، ايل ديبونس، لا دوموند كترتفع، لا كونسوماسيون كترتفع، لا دوموند كترتفع. الوغ هنا اون ستيمول لا كرواسونس ايكونوميك. ملي غترتفع لا دوموند بطبيعه الحال كثروا لي زانفيستيسمون من طرف الشركات، وبالتالي يعني الشوماج غادي يقلل ولا كرواسونس ايكونوميك غادي تزاد. دونك كتلعب على لي ديبونس بوبليك ديالك، كترفع من لي ديبونس وكتنقص من لي روسيت. علاش غتنقص من لي روسيت؟ يعني باش تشجع الشركات على الاستثمار. الا نقصت الضرائب على 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 الربح، الشركات غادي تشجع باش ترفع من الاستثمار ديالها. يعني هنا غيتخلق لنا فرص للشغل، وغترتفع لا دوموند، وغترتفع لا كرواسونس ايكونوميك. دونك هذه هي لا بوليتيك اكسبانسيف، كتكون ملي كتكون عندي الركود الاقتصادي، كتبغي الدوله ترفع من النمو الاقتصادي ديالها، كترفع من لي ديبونس وكتنقص من لي روسيت. اما ملي كيكون عندي المشكل ديال الانفلاسيون، الدوله كتحاول دير واحد لا بوليتيك ريستريكتيف، يعني كتحاول دير واحد السياسه انكماشيه. هاد البوليتيك كتستعمل الدولة باش تنقص من الانفلاسيون. كما كنعرفوا الانفلاسيون انها هي واحد ارتفاع في الاسعار، كيكون عام في الاسعار وطويل في الزمن ديغابل. ادور الدولة هنا خصها تحاول تنقص من الاسعار، لان ارتفاع ديال السعر كيجي من ارتفاع الطلب. الوغ الدولة هنا غتحاول تنقص من الطلب باش ما يرتفعش السعر، وبالتالي ما توليش عندي الانفلاسيون. كيفاش غندير باش نقص من الطلب؟ غنقص من لي ديبونس بوبليك. الدوله ما غتبقاش دير النفقات العموميه، ما غتبقاش تبني السبيطارات، ما تبنيش المدارس، ما تشيدش الطرق، يعني ما تخلقش فرص للشغل. علاش؟ باش الناس ما يوليوش عندها لي ريفوني كونساكري ا لا كونسوماسيون،
باش نقص من الكونسوماسيون ديال لي ميناج وبالتالي غينقص الطلب، ويا نقص الطلب غادي ينقص لو بري وبالتالي الانفلاسيون غادا تنقص. الوغ كتنقص من لي ديبونس وكتزيد من لي روسيت بوبليك ديالي، يعني كتزيد من الضرائب على لي زونتربريز باش ما تخليهم ما تحفزهمش على الاستثمار، باش نقص من الاستثمار وبالتالي الى نقص الاستثمار غينقصوا فرص للشغل وبالتالي الناس ما غيبقاوش عندها دي ريفوني بور دوموندي بلوس دو بيان بور كونسومي، يعني دونك لا دوموند غادا تنقص وبالتالي لي بري غادي ينزلوا، لان اذا ارتفع اذا تراجعوا اذا تراجعت لا دوموند لي بري تينزلوا، اذا ارتفعت لا دوموند لي بري تيرتفعوا، وبالتالي تولي عندي الانفلاسيون. هذا باش نحيد الانفلاسيون كنقص من لا دوموند وبالتالي لي بري تينزلوا. الوغ هادو هما لي دو بوليتيك ديال البوليتيك بيجيتير. عندنا جوج لي بوليتيك، فيها بوليتيك اكسبونسيف ملي يكون عندي المشكل ديال الركود الاقتصادي، وكاين بوليتيك ريستريكتيف ملي يكون عندي المشكل ديال الانفلاسيون. الوغ كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هاد لا فيديو. ما تنساوش الى عجبتكم هاد لا فيديو ما تنساوش تبارطاجيو افيك فو زامي، تشتركوا في القناه باش توصلوا دائما بالجديد ديالنا، ديروا لايك، تخلوا كيلكو كومونتير باش تشجعونا، وترقبوا دائما الجديد ديالنا. وكنتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.